قبل افتتاح خليجي 25 المقام في محافظة البصرة العراقية، كانت الجماهير العراقية تنتظر حضور الفنان العراقي كاظم الساهر لإحياء الافتتاح، كونه قامة فنية وواجهة مشرفة لبلده العراق. حيث نشر محافظ البصرة أسعد العيداني على تويتر تغريدة أكد فيها حضور الفنان العراقي كاظم الساهر للافتتاح، إلا أنه قام بحذفها بعد فترة قليلة. كما نشر الاتحاد العراقي أيضا وأكد حضور كاظم الساهر للافتتاح، إلا أنه قام بحذف النشر أيضا، الشيء الذي أصبح غامضا للجماهير لحين خروج الشيخ أحمد عريبي على قناة العهد، مفجرا مفاجأة صادمة ومدوية لجميع محبي كاظم الساهر، حيث قال: قد تفاوضنا على المبلغ ووصلنا إلى نصف مليون دولار. إليكم ما قال أحمد عريبي بالتفصيل. وانت كنت حاضر بي، أنا أعرف أنت تملك كواليس. ارتكب خطأ كبير جدا لعدم مجيئه العراق. يعني انت لو شوفها، يعني شارك في كاس العالم، شارك في افتتاحيات كثير من البطولات، كلنا نتمنى ان يكون متواجد. واللي راد سويناه له، يعني كان التليفون بيني مع السيد المحافظ ومعه شخصيا، يعني هو طلب مبلغ 500,000 دولار. يعني فعلا طلب مبلغ كان 100%. 500,000 دولار في بداية المحافظ كان وافق على المبلغ. طيب 250 بالأخير وافق السيد المحافظ، قال له 500,000 دولار توكل على الله تعالى. زين. فالرجل يعني مهما يكون، مهما توصل، بس مو بالعجرفة والكبرياء. فقال: أنا ورا الساعة، أنا أنام وأقعد ورا الساعة 12:30 بالليل، يلا أطلق قرار نهائي. بعد هذا التصريح امتلأ الشارع العراقي غضبا على الفنان كاظم الساهر، حيث سادت على صورته الجشع والطمع والاستغلال وعدم وطنيته وحبه للعراق. لكن الفنان كاظم الساهر حسم الأمر بعد تسجيل صوتي ينفي فيه كل ما ذكر، وقال: لم أتلقى إلا اتصال واحد من المحافظ لمدير أعمالي، واعتذرت منه بطريقة جميلة، وكان المحافظ شخصية جميلة وقدر الظرف الذي نحن فيه، وقلنا له في المرة القادمة إن شاء الله. إليكم التسجيل الصوتي الخاص بالفنان العراقي كاظم الساهر. صباح الخير أستاذ داود، شفت اللقاء مالتك، يعني حبيت أشكرك، يعني واللي قلته حقيقة، يعني أنه فعلا هو اتصال واحد كان من السيد المحافظ بمدير أعمالي، واعتذر منه بطريقة حلوة، وهو نفس المحافظ إنسان راقي كان، وقال له أنا أقدر الظرف واتمنى له، يعني إن شاء الله مرة ثانية تكون. وهذا اللي صار فعلا، يعني لا فلوس لا معرفة، يعني حشاك انت، يعني اشياء ما كانت صادقة للأسف. وهذا اللي صار، اتصال واحد فقط، وقلنا ان شاء الله مرة ثانية، لان انا حقيقة كنت عامل اغنية انا والأستاذ كريم، الاغنية كانت شوية فصحى، كنت اتمناها يعني شعبي بسيطة مثل لون البصرة، وهذا للأسف يعني أنجزتها، بس ما مو هاي المستوى اللي أنا أريده حقيقة. كنت أتمنى أن تكون أقوى يعني كلحن، وهذا حتى أقلها من أقدمها بطريقة حلوة للناس. فللأسف يعني ما صارت، كنت أبدأ أسويها أي مفاجأة، أي يوم أروح، يعني ما يحتاج أنه حد يوصي دعوة أو هذا بلدي يعني. يلا المهم المنتخب ليغلب الناس متونسين وتنظيم رائع الحمد لله. وبعد تضارب الآراء بين هذا وذاك، تبقى ملابسات القضية من عدم حضور كاظم الساهر إلى خليج البصرة أمر غامض.